التركيز خلال الايام اللي جايه. كمان الايام اللي فاتت كلنا كنا بنتابع كل قرارات من قبل اللجنه الخماسيه المكلفه باداره شؤون الاتحاد المصري على مدار السنه اللي جايه. جت في توقيت كان صعب جدا استكمالا بقى للدوري، واكيد في مسابقات كثيره جدا ممكن كمان تكون متداخله مع توقفات دوليه، مع مشاركات لانديتنا المصريه سواء في البطوله العربيه او كمان على الصعيد الافريقي لاربع انديه ممثلي الكره المصريه. هنتكلم كده بشكل مفصل عن الاتحاد الحالي لكرة القدم وأبرز القرارات اللي احنا في انتظارها، أبرز القضايا المطروحة داخل مجلس إدارته، بجانب طبعا منتخباتنا الكروية سواء الأول الأولمبي وأيضا منتخب الشباب في الفترات اللي جاية. إيه اللي منتظر منهم مع واحد من النقاد الرياضيين البارزين في جريدة اليوم السابع الأستاذ حاتم رضا؟ سعيدة بوجود حضرتك معايا أستاذ حاتم. تحياتي ليك يا مريهان، وتحياتي ليك، وسعيد إني موجود معاكي النهاردة وفي برنامجك المتميز ده. مشكورك، بتشرف بوجودك. ربنا يخليك. نتكلم كده الأول عن القعدة الودية النهاردة هتكون من قبل اللجنة الخماسية، أبرز النقاط اللي حابين يتكلموا فيها. أعتقد إنجاز بيصب في مصلحتهم أكيد الفوز ببطولة أمم أفريقيا، حتى لو كان دايما الكابتن شوقي غريب الصراحة بتصريحاته يقول كل الشكر للجنة الخماسية حاليا وأيضا للاتحاد السابق لكرة القدم. يعني بالتأكيد هو كان بالمناسبة هو كان في امبارح اجتماع أو يعني تنسيق أو ترتيب كده للجلسة الأخرى اللي هتعقد النهاردة. كان بالتأكيد كان بيتصدرها الحدث الكبير والمهم اللي كلنا بنتكلم عنه اللي هو فوز منتخب مصر أولمبي بي للبطولة الأفريقية وتأهله للأولمبياد. وبالتأكيد طبعا كان فيه يعني مناقشة لوضع الجهاز الفني اللي موجود حاليا بقيادة الكابتن شوقي غريب على تحقيق الهدف الأساسي بالنسبة له. وطبعا وتم التأكيد على انه هيكون فيه يعني قرار بزيادة رواتب جميع أعضاء الجهاز الفني الحالي. يمكن كمان العقد بتاع الكابتن شوقي جهازه مستمر، يعني العقد ما انتهاش. العقد كان مكتوب فيه ان هو العقد الاول خالص كان مكتوب فيه انه لما لو كابتن شوقي حقق هدفه هيتم وهيكمل لغايه الاولمبياد. لو لا قدر الله كان حصل اخفاق كان بينتهي العقد، وبالتالي مش هيكون في عقد جديد لكابتن شوقي، ولكن هيكون في قرار من المجلس بزياده راتب الجهاز الفني على انه ما يتم تكليف الاستاذ عمرو جنايني بالاجتماع مع كابتن شوقي عشان هو اللي يحدد هو عايز كام والجهاز الفني بتاعه. يمكن العقد اللي موجود كان دكتور كرم كردي له الفضل انه كان يزود كابتن شوقي من 150,000 ل 250,000 جنيه، لانه طبعا كان شايف ساعتها انه يعني رقم 150,000 دوت مقارنه بالمديرين الفنيين للانديه ما ينفعش يكون، والانديه والاجانب والاجانب كمان. بس هو كان ساعتها الانديه، لانه كان ساعتها كان كابتن حسام البدري كان في النادي الاهلي كان وصل مرتبه 300,000 جنيه ساعتها، وكذلك في الزمالك نفس الكلام، وكابتن ايهاب جلال كان في الزمالك كان برضه واخد رقم كبير. وبالتالي كان دكتور كرم كردي راى انه يتم زياده كابتن شوقي، وبعد كده كان جميع اعضاء الجهاز بياخدوا 50,000 جنيه فقط. فبعد الانجاز اللي حصل فاكيد لازم بيعاد النظر في هذا الامر. كمان هيتم الحديث عن المكافئات اللي هيتم صرفها للاعبين، ويمكن بالفعل كان اتحاد الكره كان صرف بالمناسبه 60,000 جنيه بعد التاهل مباشره اللي هو بعد ماتش جنوب افريقيا بالظبط. كان اتحاد الكره صرف 60,000 جنيه مكافاه فوريه للاعبين. عفوا، واللائحه بتقول انه كل لعيب هيكون له 250,000 جنيه، دي مكافاه او اللائحه بتاعت اتحاد الكوره، بخلاف طبعا يكون في مكافاه اخرى من وزير الرياضه، في مكافاه اخرى من اللجنه الاولمبيه، زي كمان الاستاذ عمرو جنايني واخد برضو على عاتقه حته رجال الاعمال ان هو بيحاول يوفر مكافاه مناسبه لكل اللاعبين بحيث ان هي تصل لكل لاعب يوصل لمليون جنيه. اعتقد يعني ده رقم كويس يكون بيتناسب مع حجم الانجاز، وفي نفس الوقت برضه يكون دافع للعيبه ديت ان شاء الله قبل الاولمبياد يعني بالظبط. في برضه حاجات برضه موجوده ان هو في هيتم مناقشه ميعاد الصور، ويمكن برضه ده مش يعني مش واضح له ميعاد محدد. اعتقد ان اللجنه مش تعرف انها تحسمه في ظل التغييرات الجديده اللي الكاف عملها على مواعيد الاجنده بالظبط. يعني خلي بالك ان الاتحاد الكوره في بدايه الموسم كان محدد اول مايو ان الدوري ينتهي، ده قبل ما يحصل اللي هو التوقف قبل البطوله اللي هو حصل توقف مده شهر، فده هيأثر على انه الدوري هيترحل. فبالك بعد المواعيد الجايه دي كمان، فاعتقد ان كده الدوري احنا بنتكلم انه هينتهي مثلا على اتصور على منتصف يونيو مرتاح خالص، زي كمان في اجنتين دوليتين في مارس وفي يونيو، وبعد كده انت مطالبه انت تخلص الدوري برضو عشان اولمبياد 21 يوليو، فانت محتاجه قبلها هنقول مثلا قبلها 10 ايام او 15 يوم. فاعتقد انه الاجنده دخلت في بعضها ونخش برضو في موسم السنه تاني. لا ان شاء الله لا، فاعتقد ان اتحاد الكوره لازم بقى يتمسك بالمواعيد الموجوده
والانديه تساعده ونعلي بقى مصلحه المنتخب الاول اللي هيكون عنده كاس عالم، تصفيات كاس عالم في مارس ويونيو، وكمان المنتخب الاولمبي اللي عنده اولمبياد. اعتقد ان لو منتخب مصر ان شاء الله، او لو الانديه تكافئت عشان منتخب مصر يحصل على ميداليه في اولمبياد، وان شاء الله منتخب مصر الاول يستطيع ان هو يتصدر مجموعته ويمشي بشكل كويس سواء في تصفيات كاس العالم او تصفيات امم افريقيا. اعتقد لو ده مكسبنا الموسم ده، ده اهم من اي دوري واهم من اي مكاسب تاني للانديه. كمان بقى بجانب ان احنا علشان المنتخب مصر، اعتقد ان لو الانديه سهلت الموضوع من حيث ان احنا نخلص الدوري في ميعاد مناسب، ده كمان في مصلحه لاعب كره القدم المصري اللي اصبح مجهد من موسم لموسم ومواسم ملتحمه، ده بيأثر عليه وبيأثر على اصابات بتكون بتلتحق بيهم بشكل اكبر. فنخلص كده الموسم وياخدوا فتره اعداد، فتره راحه، بعدها فتره اعداد، ويبقى موسم كده منتظم ان شاء الله يا رب يتيسر كده. طب الفار ايه اخبار؟ والله الفار في علم الغيب حتى الان. يعني كل اللي بيسمعه، يعني طبعا احنا عارفين ان في اجتهادات وفي محاولات بتمشي او بيقودها الاستاذ عمرو الجناني مع الدكتور احمد عبد الله مع الاستاذ وليد عطار مدير تنفيذي اتحاد الكوره، ولكن يعني انا برضو يعني بعيب عليهم حاجه او بلوم عليهم في حته معينه، ان انت يعني مش كل خطوه اعملها لازم اعلنها للاعلام. يعني احنا عارفين ان عندك النيه وعارفين انت بتسعى لوراء ده وعارفين انت فعلا بتكلم شركات وفعلا بتاخد بدات تسعى ان انت تاخد رخصه من الاتحاد اللي هو الخاص بالفار، ولكن برضو يعني حتى الان ما فيش خطوه فعليه خدناها في اتجاه الفار. اهم خطوه اللي هي الخطوه الخاصه بالحكام، انت ممكن تدربها على التقنيه بالظبط. يعني حته ماديه ما فيهاش فلوس، ما فيهاش مشكله. يعني حته ماديه المليون دولار اتحاد الكره عنده امكانيات وعنده موارد يعرف يوفرها. يعني ماديا احنا نقدر نتحمل تكلفه الفار بالظبط. يعني بس كان في اخبار في اول الموسم ان هو الاتحاد عايز يتواصل مع الانديه وان يكون في مشاركه ما بينهم وبين الانديه ان هم يدخلوا تقنيه الفار، ده خلاص؟ ده كان اقتراح، ده كان اقتراح موجود فعلا، وفي بعض الانديه رحبت وفي بعض الانديه مش مرحبه او مش عارف، في بعض الانديه مش هيقدروا بالظبط. وبالتالي يعني رغم ان اعتقد ان كل الانديه دلوقتي بقى عندها امكانيات وبيوصلها عروض رعايه كويسه من الشركات الراعيه، ولكن خلينا نقول ان بعض الانديه مش فارق معاها الفار، وفي بعض يعني الفار ده بيرفع في الانديه يا اما الهبوط يا اما الصعود. ففي انديه اللي هي في المنطقه الوسط سبع ثمان انديه لك مش محتاج او مش شايف معاه في حاجه. فبالتالي اتحاد الكوره خلاص، يعني اتحاد الكوره مش هيعتمد على الانديه، وهو قرر ان هو هيقود الموضوع بنفسه هو، او هو هيدبر الموارد دي. واعتقد المبلغ مش كبير، انت بتتكلم في 18 مليون جنيه، مش كتير على على بالزبط. على اتحاد الكوره خالص. مع قيمه الدوري بالظبط يعني بالظبط كده، مع الدعم بتاع الفيفا، مع الموارد الكبيره من الكاف، من الاتحاد الافريقي، من الكلام ده كله. فاعتقد انه اتحاد الكوره قادر ان هو يطبق الفار، ولكن حتى الان لسه الحكام ما خدوش اللي هي الدورات الخاصه بالرخصه. احنا ما عندناش غير دلوقتي الحكمين بس، هم اللي عندهم كابتن جهاد جريشه وكابتن محمود البنا، اعتقد هم بس اللي عندهم رخصه الفار. بقالنا ما فيش محتاجين 40 او 50 حكم يكون معاهم الرخصه دي، ما لسه ما خدناهاش. لسه الدورات دي التدريب عليها اعتقد بيحتاج برده مده ما تخش عن شهرين. فلسه الكلام ده كله ما اتطبقش على ارض الواقع. يعني كلها لسه محاولات بتتم، او اتصالات او استفسارات او يعني نقول اجراءات شغالين فيها، ولكن حتى الان مفيش اعلان بشكل رسمي او في ميعاد نهائي لتطبيق تقنيه الفار. ويعني وانا اتمنى ان احنا نعرف نحققه او نعرف نطبقه مع بدايه الدور الثاني الدوري اللي هو فبراير الجاي ده. اتمنى ان يعني عشان برضو يبقى ما يبقاش المجلس ده او اللجنه دي بصراحه جايه في توقيت صعب. عملت حاجات كتير كويسه رغم الموضوع التاجيلات في الدوري، لكن كلنا عارفين ان دي حاجه خارج الاراده ولو متفقين على كده. لكن عايز اقول انه اللجنه عشان تثبت مصداقيتها وتثبت ان هي يعني فعلا بتقدم حاجه وفعلا بتبقى عايزه تصحح الاوضاع بتاعه الكره المصريه عما كنا بنشوفه قبل كده، فاعتقد لازم الفار يطبق السنه دي. رغم ان خلي بالك برضو انه اعتقد انه مع تطبيقه في الدور الثاني بعض الانديه هتعترض وهتقول انه حصل تغيير في شكل الدوري ولوائحه وازاي نلعب بالدور الاول بكذا. ولكن انا اتخيل انه الدوري المصري بالفار هيفرق كتير جدا، هيبقى فيه نسبه عداله كبيره جدا. هيفرق مع كل الانديه، مش مع اي واحد بس او اتنين، هيفرق مع كل الانديه، وبالتالي هيكون ان شاء الله مع المواسم هيقلل هيكون المشاحنات بقى بالظبط. خلي بالك احنا في اخر خمس او ست جولات في الدوري بيحصل اتهامات، وده بيفوت الدوري وده بيسيب ده، والحكم بقى مضغوط جدا دي حقيقه. فاعتقد ان كل الحاجات دي هترفع الضغوط عن الحكام، واعتقد انه هيكون هيزيد من قيمه كمان الدوري المصري بعد كده ان شاء الله، واحنا كلنا بنسعى ان هو يستوي ويجيب ارقام ان شاء الله عاليه. ده اكيد كمان تسويقيا. طيب مع انتهاء بطوله افريقيا والعروض الجيده اللي قدمتها الجماهير المصريه،
هل تم مرة تانية فتح ملف عودة الجماهير؟ أكيد بيكون تواصل ما بين اللجنة وما بين الجهات الأمنية، ولكن هل طرح أصلاً على الترابيزة؟ والله بص، هو الموضوع مطروح من قبل البطولة، يمكن بس بعد البطولة المفروض يبقى الدنيا سكنة أكتر. بعد البطولة يمكن لسه احنا برضه لسه عايشين في نشوة الفرح بالبطولة، أو لسه برضه الناس لسه ماخدتش نفسها، ولكن أنا متأكد إنه في اتصالات موجودة وفي رغبة من الجميع إنه الجماهير تكون موجودة، ولكن في نفس الوقت خلي بالك، خلينا نكون صراحة، جماهير الأندية غير جماهير المنتخب. طبعا جماهير المنتخب بتبقى رايحه باسرها، مفيش، كلنا بنلعب طرف خارجي، مفيش اي تشاحن، كنا قاعدين كلنا في المدرجات جنبنا جنب صحفيين كوت ديفوار، وكل صحفيين كانوا قاعدين جنبنا في الناحيه الثانيه في المواجهه لينا، كان في درجه ثالثه قاعدين جماهير مصر جنب جماهير كوت ديفوار، واحنا والماتش راح وجه والماتش غير نفس الكلام، ومفيش اي مشاحنات اي حاجه. للاسف الشديد ده بيختلف خالص عن الدوري المصري، او لو حصل لقاء بين جماهير ناديين شعبيين، اهلي واتحاد، الزمالك ومصري، اي ايا كان. طب تقنيه الفان ايدي او تطبيق تذكرتي مش ممكن يكون بيدعم ملف عوده الجماهير شويه، ان خلاص الفان ايدي ده ببطاقه، وان اي حد هيكون بيمثل اي شغب هيكون سهل التواصل معاه والوصول اليه؟ والله بص حضرتك، طب بالتاكيد يعني نظام الفان ايدي وتذكرتي بالتاكيد نجح نجاح مش طبيعي، وبتطبيقه في الدوري الامور هترجع بشكل كبير، ولكن عايز اقول انه المشكله مش في الجمهور، والله المشكله في المسؤولين. المسؤولين هم اللي بتصريحاتهم الغير مسؤوله، هم او اللاعبين او المدربين. تصريحات الحكم، المدرب دايما شايف ان هو مصدوم من الحكم او مصدوم من اتحاد الكوره، ضغط له ماتشه واللي عمل له وسواله وفرض نظرته مؤامره. نفس الكلام بالنسبه للاعيب اللي بيضيع الفرصه بيبقى قدام الجون ويضيع انفراد ويطلع بره مش عاجبه ويقول انا اتظلمت او انا مش عارف ايه. نفس الكلام رئيس النادي شايف دايما ان هو مظلوم. انا بقول ان المسؤولين هم المفروض يتم محاسبتهم، او يتم ان احنا بالظبط كده يتم ضبط النفس شويه، يتم تقنين التصريحات، افكر الاول قبل ما اتكلم. انا مش بمثل نفسي بس، مش بمثل واحد بس، انا رئيس نادي ورايا مليون واحد او ورايا ملايين الجماهير بتتاثر بكلمه مني. فاذا ما كانش رئيس النادي دوت او المسؤول عن الفريق هيقدر ان هو يقود، او هيقدر ان هو يحافظ على ضبط نفسه انضباط جماهيره بقى، ويحافظ على انضباط جماهيره، ويحافظ ان هو ويحافظ على استقرار المسابقه واستكمال المسابقه. اعتقد ده الاساس. انما الجمهور احنا شفنا الجمهور بيوصل بيروح بيلتزم، بتحط له نظام بيلتزم بيه. لو قله خرجت على النص بيتم التعامل معاها، زي ما شفت برضه في البطوله احداث فرديه قليله تم التعامل معاها بمنتهى يعني الاحترافيه وهدوء، يعني الاحترافيه وهدوء، ما سمعناش على اي حاجه خروج على النص، والناس كلها التزمت. انا عملنا فان اي دي، الناس كلها دخلت واستجابت التفتيش والكلام ده كله بدون اي خروج على النص او بدون اي رفض الموضوع، الناس دخلت. ولكن هو انا شايف ان الموضوع بالاساس على المسؤولين، هم دول اللي عندهم النقطه او اللي احنا المفروض نشتغل عليهم بشكل اساسي بالاساس الاول. ثم بعد كده كان في جماهير، يعني ما اعتقدش بعد كده الجمهور هيكون فيها مشكله خالص يعني. طيب نتكلم برضو عن منتخبنا الاول لكره القدم، اصباء تعثروا في الجوله الاولى والثانيه في تصفيات امم افريقيا الكاميرون 2021. بص انا عايز اقول ان الكابتن حسام بدري، لا خلاف على ان الكابتن حسام بدري مدرب يمتلك تاريخ كبير عنده من الكفاءه ما يؤهله انه يقود منتخب مصر، ولكن طبعا كلنا شفنا الظروف اللي الكابتن حسام بدري بدا بيها مشواره مع المنتخب. خلي بالك، اولا المنتخب لسه بيعاني من الهزه النفسيه اللي حصلت له في افريقيا 2019. قبل ما نتكلم عن الهزه دي، طيب المده الطويله اللي استغرقت اللجنه الخماسيه لتحديد هوية المدير الفني، خلاص محلي كنا بنتكلم ما بين 3-4 أسماء، ممكن تكون أثرت بشكل سلبي. هل كان من المفترض تكون أسرع؟ هل كان في أسباب أصلاً إن هي تاخد كل الوقت ده؟ بصي، هو بالتأكيد كان في أسباب، كان في خلاف بين داخل اللجنة على اسم المدير الفني، يمكن كان في خلينا نكون صراحة شوية، كان في خلاص استقرار من أول ما قالوا مدير فني وطني، كان في استقرار على إنه يا كابتن حسن شحاتة يا كابتن حسين بدري، وكان كل الكلام أو كل المناقشات ماشية في السكتين دول، كابتن حسن شحاتة هيجي هو مع مين، أو كابتن حسين بدري هيجي هو مع مين. بعد كده كان كابتن محمد فضل كان موجود بره، فرجع الراجل حط كان له وجهه نظر مختلفه، فديت اللي يمكن اعاد تاني التفكير في الموضوع، وظهر اسامي اخرى زي الكابتن ايهاب جلال، وفي بعض رشح حسام حسن، وابتدت الدائره توسع، فده اللي تسبب في تاخير الموضوع. ده السبب في تاخير الموضوع. طب هل بقى تاخير الموضوع ده تسبب في المشكله احنا فيها؟ انا مش شايف ده. ليه؟ لانه كان المنتخب هيتجمع 4-5 ايام في شهر 9 اعتقد 9، كان هيلعب ماتش ودي ضعيف برضه زي بتسوانا او زي ليبيريا، ما كانش برضه هيفرق كتير في الاعداد للمنتخب. يعني انا مش شايف ان النقطه دي عليها مشكله كبيره. انا شايف ان الاساس المشكله انه لسه الكابتن حسام لسه مدير فني جديد،
وبياخد مجموعه من اللعيبه عندهم كان ضغوط، عندهم مشاكل مع الجماهير نفسها، عندهم عدم استقرار فني ونفسي، عندهم يعني خروج من بطوله كبيره على ارضنا، تعرضوا بعدها لانتقادات كبيره جدا، السوشيال ميديا يعني نالي جدا من اللعيبه بعد البطوله، خاصه برضو كان في مواقف مش ايجابيه او مش كويسه بالنسبه لهم، زي الاعلان اللي صوروه بالظبط، زي الاعلان اللي صوروه مع بعد الخروج، والتصرفات بقى ممكن شخصيه بس ما كانش توقيتها خالص من قبل بعض اللاعبين. بالتاكيد يعني بالتاكيد، فهي علاقه بين المنتخب الاول بين الجمهور ما كانتش على مجراها، وبالتالي كابتن حسام بدري جاي بيستلم يعني نقول منتخب مهلهل بيعايز يقوم تاني على رجليه. الراجل برضه كان وجهه نظر ان هو يلعب منتخبات بحيث ان هو يكسب الثقه على حسابها، زي بتسوان وزي ليبيريا، بحيث برضه ان هو يعرف ان هو يقوم اللعيبه دي ويقف على رجليها ويحقق فوز كبير. لكن واضح برضه ان لسه منتخب متاثر، ما فيش عنصر الانسجام، ما فيش برضه ادى او ضم اكتر من عنصر جديد. وخلي بالك كل اللعيبه اللي احنا دلوقتي بننتقدها كلنا كنا بنلوم اجيل عليها، يعني عبد الله جمعه ده قلنا كلنا ليه يا جيل ما خدش عبد الله جمعه في البطوله وانتقدناه انتقاد كبير جدا، نفس الكلام لحسين الشحات، نفس الكلام لمجموعه كبيره جدا من لعيبه كابتن حسام اداها بدء قفشه، نفس المجموعه، وبعض الاسماء اللي كانت ناس بتلوم ان هم موجودين ما بقوش موجودين بالظبط كده على الصعيد الاخر بالظبط بالظبط. فالمطلوب دلوقتي انه كابتن حسام او احنا بنقول ان كابتن حسام اختار مجموعه من اللعيبه هم الافضل موجودين على الساحه حاليا لتمثيل المنتخب في ظل غياب مجموعه كبيره عنه برده بتاعت الكابتن شاوي غريب في المنتخب الاولمبي وغياب لاعبين بيراميدز. طب المشكله دي هتتحل ازاي؟ لا هي هو مش مشكله، خلي بالك الكابتن حسام بدري في الحته دي بالذات يعني ما عندوش مشكله مع اللعيبه نفسها، ويمكن اللعيبه كلها تواصلت مع الكابتن حسام ووضحت له ان هم تحت امر المنتخب ومفيش اي مشكله، ولكن كان في وجهه نظر من دي صبر ان هو عايز يخلي اللعيبه تروح في المنتخب في الاجنده الدوليه عشان مع التوقف اللي الفيفا قايل عليه بالظبط كده، عشان الاجهاد بتاعه، وتم تدارك الموضوع بعدها بساعات. لكن كابتن حسام كان برضو قرار انا شايف انه يحسب له، ما يتخش عليه ابدا ان هو يحط قرار تربوي، وكلنا سقفنا له، خلي بالك في الفتره دي او في اليوم القرار ده كلنا سقفنا له واعتبرناه ان هو الراجل بيبدا مرحله جديده من الانضباط داخل المنتخب، وكلنا قلنا ان المنتخب كان محتاج عوده الانضباط وعوده الالتزام للمنتخب تاني بعد الحد العشوائيه اللي احنا كنا شفناه والفوضى اللي موجوده في المنتخب الكبير قبل كده. فبالتالي اي نعم ده اثر على الفريق بعد كده، ولكن خلي بالك برضو يوم ما عمرو ورده تم استبعاده من المنتخب اعتقد ان كل الناس ارتاحت للقرار ده، وكان في على السوشيال ميديا وكان في الشارع كان في حد اذنب فخد مثلا بالظبط، وفي المقابل لما تم العفو عنه اعتقد كان في ثوره وكان في فخلينا بقى نقول يعني مش عشان كابتن حسام النتائج ما خدمتوش نقول بقى ان الراجل كان قراره، نرجع في كلامنا نقول الراجل كان قراره متسرع او المنتخب دفع الثمن. يعني حتى لو المنتخب تاثر بغياب لعيب بيراميدز، ولكن كابتن حسام حط مبدا ارساه ان هو لعيب منتخب مصر اهم من اي لعيب، وان اي لعيب هيتاخر عن المنتخب وهيتاخر عن ميعاد التجمع مش هيكون موجود معانا، حتى لو هو اهم لعيب عندي لو غير عبد الله السعيد او ايا كان من لعيب بيراميدز. طبعا كل الكلام ده مش بنقول مبررات لكابتن حسام، كابتن بالظبط كان في اخطاء، كان في لعيبه برده لسه خارج الخدمه، كان في يمكن اخطاء. كنت بتتكلم عن منتخبنا الاولمبي وابرز نجومه اللي ما كانش يعني التوقيتين. انا بتكلم عن دي كلها اسباب ادت في النهايه ان احنا منتخب مصر الاول يقع في فخ التعادل مع في الماتشين في كينيا وجوز القمر جزء اوبر. فكل دي كلها كانت اسباب كابتن حسام عانى منها. لكن في الاول وفي الاخر برضو مش عايزين ما بنقولش ان دي مبررات كافيه او ما بنقولش ان ده لان المنتخبين المفروض يعني بالورقه والقلم هم اضعف مننا فنيا بكتير يعني. بصي والله يعني جزء اوبر انا ما حسيتش ان هو منتخب ضعيف يعني على ارضه، وخلي بالك يعني برضو كان في تصريح لكابتن حسام بدري كنت انا عملت معاه حوار فاكد لي قبل الماتش بتاع جوز القمر بفتره، قال لي خلي بالك جوز القمر ده منتخب غلس جدا على ارضه، ولسه كان لسه شايف له ماتش مع المغرب فعلى ارضه وكان متعادل مع 1-1، بيقول لي كان ماتش هايل جدا واللعيبه عندها كوره ما عادش في منتخب افريقي بقى اللي هو عشوائي بيشتت الكوره، لا منتخب منظم جدا جدا جدا. فخلينا نقول ان كابتن حسام بدري نقدر نحكم عليه امتى؟ نقدر نحكم عليه لما يكون تحت ايده عناصر كامله اللي سواء بقى من لعيبه المنتخب الاول او بتاخد الاولمبي، يكون في استقرار للدوري ويكون الدوري ماشي بشكل كويس ما توقفش. محمد صلاح كمان
بالظبط محمد صلاح اعتقد برضو يمكن الظروف ما خدمتش كابتن حسام البدري في التوقيت دوت، ان محمد كان بيعاول عليه لما كانش موجود معاه في ماتشين بتسوانا وليبيريا. اعتقد محمد صلاح كان كابتن حسام بيعاول عليه يعني كقوه ضربه كبيره للمنتخب، ولكن كان في صدمه كبيره ليه بعد التاكد ان هو مش جاهز للماتشين. ويمكن دوت خلي بالك برضو ثبت انه محمد صلاح كان في برضو هجوم على الراجل ان هو بيتهرب وان هو يعني عمل قصه عشان ما يلعبش ماتشين. اعتقد او يعني وصول محمد صلاح هنا لمصر هنا وان هو يجي ويخضع للكشف الطبي هنا اعتقد ده بيبرق صحه اللاعب. ماتش كريستال بالاس كمان هو لعب بالظبط كده، ثم يليه ان هو ما لعبش ماتش كريستال بالاس، فاعتقد انه ده كان موجود على الدكه يعني بس ما لعبش. يعني هو يعني هو حتى لو كان هيشتكي كان هيشتكي في اخر دقيقتين وبعد كده الراجل رجعه تاني، فاعتقد يعني ان الراجل يعني بعيد عن حته الاتهامات دي. واعتقد انه يعني نقدر نحكم بقى كابتن حسام لما يكون عنده القوه الضاربه بتاعته كلها جاهزه، وفي نفس الوقت يكون الدوري مستقر او بطوله الدوري شغاله بشكل منتظم، وبالتالي نقدر نحكم على كابتن حسام بشكل كامل. زي برضو ما كابتن شوقي غريب برضو حصل كده فرصه على المنتخب الاول ولم يوفق، ثم بعد كده خد فرصه كامله في المنتخب الاولمبي فحط بصماته وظهر بصماته. فبس يعني نقدر ناخد فرصته بشكل كامل وبعد كده نحكم عليه ان شاء الله يكون الحكم في التوقيت المناسب بنتيجه تفرح المصريين. التوقيت اللي جاي مع التوقف الدولي القادم شهر مارس وتصفيات مهمه جدا، ما اعتقدش ان المصريين هيكونوا عايزين يستنوا كمان 20 سنه علشان نروح المونديال باذن الله القادم نكون موجودين في 2022. بشكرك شكرا جزيلا استاذ حاتم الرضا الناقد الرياضي في جريده اليوم السابع، نورت الدنيا. شكرا بيك وسعيد جدا اقول معاك. شكرا شكرا ليك. شكرا موصول ايضا لحضراتكم مشاهدينا، بكره في نفس الميعاد لقاءنا يتجدد مع حضراتكم. تقبلوا تحياتي والى اللقاء.